همسات سوري، كل يوم حكاية، حكاية سوري وبس. كنت أنا أخيط من زمان سبحان الله، يعني وقفت الخياطة شوي فترة ماشي حالي كان، بس وقت أولادي استشهدوا وعنده أيتام سبحان الله هيك رجعت أحاول مهنة الخياطة. أم محمد امرأة ستينية رجعت لمهنتها الخياطة بعد انقطاع عن الشغل دامة لعدة سنوات. الظروف المعيشية الصعبة اللي فرضتها عليهم الحرب هي اللي أجبرتها ترجع للشغل مدة 10 سنين، بس هلأ اضطريت أرجع. رجعت أخيط صار لي 3 سنين وأكتر بخيط مشان هالولاد الأيتام اللي عندي شي أساعدن يعني، والحمد لله بخيط مفروشات، بخيط دشكات، مخدات، يعني مفروشات إيش من كان، برجع بخيط للجيران، بخيط إيش من صار عندي بخيط، والحمد لله يعني الله بعيني بعد هالسن، صار عمري 60 سنة أنا والحمد لله رب العالمين عم بخيط، والحمد لله رب العالمين كرمال هالطفال، وبنزل بس والله بنقطع مسافات طويلة تنجيب قماش ونجيب العزاز من روح مثلا، هون نحن منطقة عزاز ننزل العزاز تنجيب مستلزمات الخياطة، نجيب إيش لازمنا لوازمنا، يعني عاد صعب عم صير ضغط علينا، وماكينتي بسيطة يعني ماكينة عتيقة قديمة، بس الحمد لله يعني سبحان الله برتاح وقت بكون عم بخيط، ولو تعب لو تعبت ولو هيك بلاقي حالي يعني مبسوطة وممنوني إنه في معي كار وعم بشتغل، ما بنعتاز حدا تنساعد هالأيتام، والحمد لله رب العالمين، وبخيط كذا خياطة للجيران الهيك إيش من صار عندي بخيط. رغم الصعوبات اللي عم تواجهها إلا أنه شعور الفرح بالشغل دائما مرافقها لأنه هي مهنتها الأساسية، إضافة إلى أنها باب رزق لها ولولاد ابنها الأيتام اللي صارت مسؤولة عنهم. طرق شوي بعيدة لل يعني طلبات تأمين الطلبات، ننزل على كذا بلد تنجيب بضاعة نجيب شغلات، إيه والحمد لله رب العالمين عايشين بفضل الله عز وجل والحمد لله. والله أنا يعني بعد 60 سنة هلأ عمري الحمد لله الله عاني واشتغلت وصار لي 4 سنين بخيط، 4 سنين صار لي بخيط ومرتاحة ومبسوطة وشعوري كويس يعني بهالخياطة، والله أنا عم بخيط كتير بشعر بالسعادة وبشعر بالراحة وبشعر يعني هيك برتاحة كتير، لأنه الله بعت لي هيك باب رزق أسترزق من هالماكينة، ولو كنت كبيرة ولو كنت ضعيفة ولو كنت يعني تعبانة بشتغل وأنا مبسوطة لأنه عم بساعد هالأيتام وأربيهن وهيك أرتاح أنا وياهن أريح بالن وأعلمن. أمنيات بسيطة تتمناها أم محمد لتأمين حياة كريمة إلهم بعد رحلة النزوح اللي انتهت فيهم بمخيم التعاون العشوائي. من كذا مطرح كذا ضيعة نزحنا، ولادي استشهدوا 2 بهالنزوحات وبهالجبهات، يعني بالجبهات استشهدوا طبعا ولادي 2، واحد منهم عنده أيتام، عنده 2 أيتام 3 عم بربيين أنا، وسبحان الله بنطلع هلأ آخر شي صفينا هون بهالمخيم هوني، كل شي طلباته يعني سبحان الله صعبي، طلباته صعبي وبعيدي وطرقات بعيدي، نجيب خبزنا ننزل على الضيعة الثاني، نجيب ناخد ولد مرضنا نقطع المسافات وما في توصيلات وما في، والطرق صعبي سبحان الله. والله أمنيتي بيتك يصير لي بيت، يصير لي كرفان كويسي عاد أرتاح، خزان مي، ماكينة خياطة، أعيش أنا وهالولاد، هاي أمنيتي والله ما بدي غير أساعد هالولاد والله يطول عمري أربيين. كثير من النساء عم تشتغل حتى تساعد عيلتها وذلك لما خلفته الحرب من مصابين وضحايا. أم محمد هي واحدة من تلك النساء اللي عم تشتغل حتى ما تطلب حاجتها من حدا. بشار الفارس، راديو روزنا، مخيمات عفرين. همسات سوري، كل يوم حكاية، حكاية سوري وبس.